السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وتلاميذ مدرسة سان جوزيف الدولية، تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس الصف الخامس الابتدائي في اللغة العربية في الفصل الدراسي الأول، وهو الدرس الثاني من دروس الوحدة الثالثة، ودرس قراءة بعنوان تربية الدواجن. تعالوا نشوف الصورة دي مع بعض. زي ما احنا شايفين في الصورة مكتوب عندنا مزرعة دواجن. يا ترى ايه هي الدواجن؟ وهل هو نوع واحد ولا في انواع مختلفة؟ تمام، احنا شايفين في الصورة دجاج. طيب الدواجن هي دجاج بس ولا في انواع تانية؟ تفتكروا ايه؟ برافو عليكم، في انواع تانية. مين يقدر يقول لي زي ايه؟ بط، اوز. برافو عليكم، يبقى عندنا انواع مختلفة من الدواجن، منها الدجاج والبط والاوز. الدرس ده هيكلمنا عن كيفية تربية الدواجن وأهميتها كعادة من عادات المصريين، وبعض الأمراض التي تصيب هذه الأنواع من الطيور. تعالوا نبدأ مع بعض قراءة الدرس. في مساء الخميس تجتمع أسرة أمير كعادتها ليعرض كل فرد من أفرادها إنجازاته على مدار الأسبوع، وقد أعد كل أفراد الأسرة أنفسهم لهذا الاجتماع بالقراءة عن العادات المصرية، وبالتشاور لاختيار عادة من العادات ومناقشتها، تم الاتفاق على اختيار عادة تربية الدواجن عند المصريين. كل خميس في المساء بتجتمع أسرة أمير، هم متعودين كل يوم خميس في المساء يجتمع الأسرة كلهم، أمير وأميرة والأب والأم، عشان يعرض كل فرد من أفراد الأسرة إنجازاته. يعني إيه إنجازاته؟ الأعمال اللي أتمها وأنهاها خلال الأسبوع. كمان الأسرة متعودة يقعدوا يتناقشوا في موضوع، يقرأوا الأول عنه، ولما يجتمعوا يوم الخميس يتكلموا عنه. إحنا مش هنقدر نتكلم في موضوع كويس من غير ما نكون قرأنا عنه في أكتر من مكان، أو من أكتر من كتاب أو مجلة، أو بحثنا عنه على الإنترنت. القراءة مفيدة جدا. أسرة أمير بتقرأ عن الموضوع اللي هم حددوه في الأسبوع اللي قبلها، ويبتدوا يتناقشوا فيها في يوم الخميس في المساء لما يجتمعوا. الأسبوع ده اتفقت أسرة أمير على اختيار عادة من العادات المصرية، وهي عادة تربية الدواجن، وبالفعل قرأوا عنها وهيبتدوا يتناقشوا فيها. نطلع مفردات الفقرة دي. مضاد مساء، صباح، مضاد تجتمع، تفترق، جمع أسرة، أسر، مضاد كل، بعض، جمع فرد، أفراد. معنى إنجازاته إتمام مهامي، يعني عندي أعمال أتمتها وأنهتها على مدار الأسبوع. جمع الأسبوع، الأسابيع. مفرد إنجازاته إنجاز. وقد أعد كل أفراد الأسرة، معنى أعد يعني جهز وهيأ. وقلنا جمع الأسرة الأسر. مفرد أنفس نفس. جمع الاجتماع الاجتماعات. مفرد العادات العادة. معنى الاتفاق. مضاد الاتفاق الاختلاف. جمع اختيار اختيارات. مفرد الدواجن الداجن. مفرد المصريين المصري. ننتقل للفقرة التالية ونشوف الأسرة هتقول لنا ايه عن عادة تربية الدواجن عند المصريين. استهل الأب الاجتماع بالحديث عن حب المصريين في الكرة والنجوع والكفور لتربية الدواجن على اختلاف أنواعها من بط وإوز ودجاج، ثم دار الحوار التالي: أمير، لماذا يربي المصريون الدواجن؟ يا ترى المصريين بيربوا الدواجن ليه؟ دي الفكرة انتهت بسؤال أمير. استهل الأب الاجتماع، يعني بدأ الأب الاجتماع بحديث عن حب المصريين في الكرة في ريف مصر والنجوع وكفور، زي الكرة أماكن صغيرة بيعيش فيها عدد قليل جدا من الناس، مش زي المدينة بتكون كبيرة،
ومعظمهم بيكونوا الفلاحين اللي بيقوموا بزراعه الاراضي والحقول. طيب المصريين اللي عايشين في القرى والنجوع والكفور بيحبوا جدا تربيه الدواجن بمختلف انواعها، من بط اواز دجاج. يبقى عرفنا ايه هي انواع الدواجن اللي احنا بنتكلم عنها في الدرس. بعد كده هيبدا حوار بين افراد الاسره. هيبدا امير بسؤال: لماذا يربي المصريون الدواجن؟ هنعرف الاجابه في الفقره التاليه. الاول نقول مع بعض مفردات ولغويات الفقره اللي قراناها. معنى استهل: افتتح او ابتدا. جمع الاب: الاباء. جمع الحديث: الاحاديث. مضاد حب: كره. مفرد الكرة: القرية. مفرد النجوع: النجع. مفرد الكفور: الكفر. مضاد اختلاف: اتفاق. مفرد انواع: نوع. مفرد بط: بطة. مفرد اوز: اوزة. مفرد دجاج: دجاجة. جمع الحوار: الحوارات. معنى التالي: القادم. مضاد التالي: السابق. تعالوا نشوف إجابة السؤال اللي سأله أمير: لماذا يربي المصريون الدواجن؟ مين اللي هيجاوب على السؤال بتاع أمير؟ الأم هتبدأ بالإجابة على سؤال أمير. نقرأ الفكرة. الأم: لأنها مصدر من مصادر البروتينات، فتربيتها غير مكلفة، فهي تتغذى على ما تنتجه الأرض من حبوب. الأم ردت على سؤال أمير: ليه المصريين بيحبوا تربية الدواجن؟ لسببين. السبب الأول إن الدواجن مصدر من مصادر البروتينات. البروتينات دي عنصر أساسي الجسم بيكون محتاجه من الغذاء، فهي مصدر من مصادر البروتينات. واحد. طب تاني سبب إن تربية الدواجن دي غير مكلفة، مش غالية خالص بالنسبة لأي فلاح بيكون بزراعة أرض عنده حبوب الأرض دي بتطلعها، فالدواجن بتتغذى على هذه الحبوب. إذن هو مش بيشتري حاجة، مش بيدفع فلوس ولا تربية الدواجن هتكلفه. يبقى السببين اللي ذكرتهم الأم لحب المصريين لتربية الدواجن هما أن الدواجن مصدر من مصادر البروتينات، وأن تربيتها غير مكلفة. نكمل قراءة الفكرة. أميرة: لقد قرأت أن الطيور تصاب بالإنفلونزا مثل الإنسان. الأم: نعم يا أميرة، الإنفلونزا مرض خطير يصيب الطيور ويؤدي إلى نفوقها. الأب: الخطير في الموضوع أن هذا المرض ينتقل من الطيور إلى الإنسان عن طريق الهواء. أميرة: وقد بتت عليها الدهشة. لم أفهم يا أبي. الأم: إن الإنسان يلتقط العدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة بالمرض. أميرة قرأت زي ما احنا قلنا إن الأسرة لما بتتفق على مناقشة موضوع من الموضوعات بيقرأوا عنه الأول. فأميرة لما قرأت إن الطيور بتصاب بمرض اسمه الإنفلونزا، زي المرض اللي بيصاب بالإنسان. كلنا عارفين مرض الإنفلونزا أو البرد اللي بيصاب بالإنسان. الطيور كمان بتصاب بيه. طيب ايه خطورة المرض ده؟ ان المرض ده لما بتصاب بيه الطيور بيؤدي الى موتها، نفوقها يعني موتها. والاخطر من كده ان المرض ده بينتقل من الطيور الى الانسان عن طريق الهواء. ظهرت الدهشة على اميرة: انا مش فاهمة ازاي المرض ده ينتقل من الطيور للانسان. الام هترد على اميرة وهتقول لها ان العدوى بتنتقل من الطيور الى الانسان عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة بالمرض. يعني اي انسان بيتعامل وبيختلط مع الطيور المصابة بالمرض ممكن جدا طبعا يتنقل له هذا المرض. يبقى عرفنا من الفكرة دي ان الطيور بتصاب بمرض الانفلونزا، هذا المرض اذا اصيبت به الطيور تموت، والاخطر ان هذا المرض ينتقل من الطيور المصابة الى الانسان. بس بينتقل لاي انسان؟ لا، إذا كان في تعامل مباشر، احتكاك مباشر، اختلاط مع طيور مصابة بالمرض، فالإنسان بينتقل له هذا المرض وهذه العدوى. نقول مفردات الفقرة دي: جمع مصدر، مصادر. مفرد البروتينات، البروتين. معنى مكلفة، غالية. مضاد، رخيصة.
جمع الأرض الأراضي، مفرط حبوب حبة، جمع الإنسان الأناسي، جمع الأم الأمهات، مضاد نعم لا، جمع مرض أمراض، معنى نفوقها موتها، والمضاد هيبقى حياتها، جمع الموضوع الموضوعات، جمع الهواء الأهوية، جمع طريق طرق، معنى بدت ظهرت، والمضاد اختفت، معنى الدهشة الحيرة أو التعجب، معنى الاحتكاك الاختلاط أو الاتصال، والمضاد هيبقى الانفصال أو العزل، المصابة مضادها السليمة. تعالوا نكمل قراءة الدرس. أمير هيسأل سؤال، وماذا يجب أن يفعل الشخص الذي يخالط الطيور؟ الشخص اللي هيخالط الطيور، اللي هيتعامل مع الطيور، ما هي ممكن تكون مصابة، ايه اللي الشخص ده مفروض يعمله عشان يبعد عنه الإصابة، عشان ما يصابش بمرض انفلونزا الطيور؟ الأم هترد على السؤال، يرتدي قفازا في يديه ونعلين في رجليه، كما يجب أن يغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط، كما يستخدم بعض المطهرات مثل الكلور لتطهير حظائر الطيور، فضلا عن التخلص من مخلفات الدواجن بحرقها أولا بأول. أضاف الأب، كما يجب على كبار السن والأطفال والمرضى عدم مخالطة الطيور حتى لا يصابوا بالأمراض. أمير، أتذكر يا أبي عند زيارتنا لجدي. أمير هيقول لنا حاجة هنكملها في الفكرة اللي جاية. تعالوا نشرح مع بعض الفكرة اللي قرأناها. أمير زي ما قلت لكم سأل سؤال، إيه اللي مفروض يعمله الشخص المخالط للطيور حتى لا يصاب بهذا المرض؟ الأم هترد وهتقول لنا أربع حاجات لازم المخالط للطيور يعملها. واحد، يرتدي قفاز في يديه ونعلين في رجليه. عارفين القفاز اللي احنا باللغة بتاعتنا بنقول ايه؟ جوانتي، اللي بنلبسه في ايدينا عشان نغطي ايدينا، عشان اي ميكروبات اي جراثيم اي فيروسات ما تجيش على ايدينا. طيب هيلبس القفاز فين؟ في يديه، ونعلين يعني حذائين في رجليه. يبقى لازم الشخص المخالط للطيور يرتدي القفاز في يديه والنعلين في رجليه، لان ممكن زي ما قلنا تربية الدواجن بتبقى في الكرة والنجوع، الناس بتبقى مربية الحاجات دي في البيت، فممكن يتعاملوا معاها عادي جدا بايديهم ومش بيلبسوا حاجة في رجليهم، فبالتالي ممكن يتنقلهم اي مرض تصاب بهذه الطيور. طيب تاني حاجة الام هتقولها، ان يغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط. طبعا اول ما اختلط حتى لو كنت لابس القفاز في ايدي هخلعه من ايديا واغسل ايديا كويس جدا بالماء والصابون بعد ما خلص الاختلاط والاحتكاك بالطيور. ثلاثة، لازم استخدم بعض المطهرات زي الكلور وانا بطهر حظائر الطيور. يعني ايه حظائر الطيور؟ البيوت اللي بتعيش فيها الطيور. الى جانب ذلك يجب التخلص من مخلفات الدواجن. الدواجن بيبقى فيه مخلفات، بقايا طعام موجودة في هذه الحظائر، هتخلص منها ازاي؟ بحرقها. يعني محدش يقول لي كده ايه، طب انا هجيب كيس وهلم فيه المخلفات دي، لا لازم تحرق. هيزود الاب نقطة كمان، يجب على كبار السن والاطفال والمرضى عدم مخالطة الطيور. كبار السن والاطفال والمرضى مناعتهم بتبقى ضعيفة، يعني عندهم فرصة اكبر ان هم يصابوا بالامراض وهيكون خطر جدا عليهم. يبقى يجب على كبار السن والاطفال والمرضى عدم مخالطة الطيور حتى لا يصابوا بالامراض. نقول المفردات، جمع الشخص الاشخاص، معنى يرتدي يلبس، ومضادها يخلع، جمع قفاز قفازات، يديه مفردها يد والجمع ايد او ايادن، قلنا معنى نعلين حذائين والمفرد نعل والجمع نعال لانها مثنى هي ويديه ورجليه، رجليه مفردها رجل والجمع ارجل، جمع الماء المياه، مضاد بعد قبل، مضاد بعض كل، مفرد المطهرات المطهر، مفرد حظائر حظيرة، وقلنا معنى حظائر الطيور بيوت الطيور.
مفرد مخلفات مخلفة، أضاف يعني أزاد، ومضادها أنقص. مفرد كبار كبير، ومضاد كبار صغار. جمع السن السنون. مفرد الأطفال الطفل، مضاد الأطفال الشيوخ. مفرد المرضى المريض، مفرد الأمراض المرض. أتذكر مضادها أنسى. جمع زيارة زيارات، جمع جد جدود أو أجداد. تعالوا نشوف مع بعض أمير شاف إيه في قرية، في القرية لما زار جده. شايفين مع بعض الصورة؟ أهو ده شخص مخالط للطيور. شايفين لابس إيه في إيده؟ شايفين كمان لابس ماسك أو كمامة على وجهه، مغطي كمان جسمه كله براسه بإيديه كلها، علشان هو بيتعامل مع الطيور، والطيور دي ممكن جدا تكون مصابة بمرض انفلونزا الطيور اللي ممكن يتنقل للإنسان. أمير بيقول شاهدت الطيور تتجول في شوارع القرية، تلتقط الحبوب من هنا وهناك، وتسبح في مياه البحيرات الصغيرة والمستنقعات. الأب حقا يا أمير، إن هذا يؤدي إلى إصابة الطيور بالأمراض، فالماء الراكد موطن للميكروبات والجراثيم. أمير بيقول إنه شاف الطيور بتلف في الشوارع بتاعت القرية. طيب بتلف في الشوارع معنى كده إنها تاكل أي حاجة، أي حاجة هتلاقيها قدامها في الأرض ممكن تاكلها. الحاجة اللي في الأرض دي احتمال كبير جدا تكون ملوثة طبعا. طيب التلوث بالتالي وأي ميكروبات أو جراثيم يكون في الحبوب اللي هي تاكلها دي اللي كانت في الشارع، التلوث ده هيتنقل لمين؟ للطيور. كمان مش بس كده، دي بتسبح في مياه البحيرات الصغيرة والمستنقعات. كلنا عارفين الترع، ترع صغيرة ومستنقعات بتبقى أماكن كده متجمعة فيها مية، ماء راكد. يعني إيه ماء راكد؟ مش بيتجدد. يعني إحنا بنشوف ماء البحر فيه أمواج، فالأمواج دي بتجدد الماء، فما بتخليش فيه ميكروبات وجراثيم. أما الماء الراكد اللي مفيهوش أي حركة، ده بيبقى مليء بالميكروبات والجراثيم. فالطيور لما بتسبح فيه يبقى هيتنقل لها الميكروبات والجراثيم دي جوه جسمها، وبالتالي تصاب بالأمراض. يبقى السببين دول بيجعلوا الطيور تصاب بالأمراض، إن هما كانوا بيتجولوا في شوارع القرية وبيلتقطوا الحبوب من أي مكان، كما إنهم يسبحون في مياه البحيرات والمستنقعات. فالأب قال له فعلا يا أمير، دي طبعا الأسباب اللي بتخلي الطيور تصاب بالأمراض، لأن الماء الراكد ده موطن للميكروبات والجراثيم. نقول مع بعض المفردات. تتجول يعني تدور وتنتقل وتلف في شوارع القرية. تلتقط تأخذ، مفرد الحبوب الحبة، مضاد هنا هناك، تسبح معناها تعوم، مفرد مياه ماء، مفرد البحيرات البحيرة، مضاد الصغيرة الكبيرة، مفرد المستنقعات المستنقع، وقلنا مكان تجتمع فيه الماء. معنى حقا صدقا، ومضادها باطلا. إصابة جمعها إصابات. قلنا معنى الماء الراكد ماء دون حركة أو ليس به حركة. جمع موطن مواطن. مفرد الميكروبات الميكروب. الصورة دي بتوضح لنا اللي شافه أمير لما ذهب إلى القرية لزيارة جده، وشاف الطيور بتتجول في شوارع القرية وبتأكل من هنا وهناك. الأم: لذلك يجب علينا العناية بالطيور لحمايتها وحماية الإنسان من الأمراض، والحرص على نظافة مساق الماء وتحصينها ضد الأمراض بصفة دورية. أضاف الأب: إن النظافة مهمة لمواجهة جميع الأمراض. الأم بتقول تيجي طبعا الأسباب اللي قالها أمير وشافها في القرية، ده كانت إصابة الطيور بالأمراض، فعلينا إن إحنا نعتني ونهتم بالطيور دي عشان نحميها من الأمراض، وبالتالي بنحمي كمان الإنسان من الإصابة بالأمراض، لأن إحنا قلنا الأمراض اللي عند الطيور بتنتقل إلى الإنسان. طيب نعمل إيه عشان نحمي الطيور دي؟ نحافظ ونحرص على نظافة مساق الماء. الأماكن اللي بتشرب منها الطيور وبتسبح فيها لازم تكون مساقي الماء دي نظيفة.
تحصينها يعني حمايتها ضد الامراض بصفه دوريه يعني بصفه مستمره. اي حيوان من الحيوانات، لو احنا عندنا حيوان في البيت ايا كان نوعه، الحيوان ده لازم ياخد بعض التطعيمات بصفه مستمره، كل فتره ليه تطعيم. التطعيمات دي بتعمل ايه؟ بتحمي الحيوان من الاصابه بالامراض. الطيور كمان لازم نعمل معاها كده، لازم نحصنها ونحميها ونحافظ على نظافتها ونظافه مساق الماء اللي هي بتشرب وتسبح منها. لو عملنا الحاجات دي احنا كده هنحمي الطيور من الاصابه بالامراض، وبالتالي حمايه الانسان من الامراض. الاب هيضيف ان النظافه مهمه لمواجهه جميع الامراض مش بس مرض انفلونزا الطيور. معنى العنايه الاهتمام، ومضاد العنايه الاهمال. مفرد الامراض المرض، مضاد نظافه قذاره، مفرد مساقي مسقى، تحصينها حمايتها دوريه مستمره. جمع صفه صفات، قلنا معنى اضافه ازاده ومضادها انقص. ننتقل الى الفقره التاليه. شايفين مع بعض ايه يا ميس؟ ده احنا مش درس بتاعنا عن تربيه الدواجن؟ ايه صوره الخنزير الموجوده دي؟ هقول لك ان كمان زي ما في انفلونزا الطيور في انفلونزا الخنازير، علشان كده الدرس هيكلمنا عن انفلونزا الخنازير، لانه بيتكلم بشكل اساسي على مرض الانفلونزا اللي بيجي للطيور وللحيوانات اللي هي الخنازير. امير، سمعت يا ابي عن انفلونزا الخنازير، فهل النظافه تقينا من الاصابه بها؟ امير بيسال بابا، انا سمعت كمان ان في نوع تاني من الانفلونزا بيصيب حيوان الخنزير واسمه انفلونزا الخنازير، وبابا لسه قايل ان النظافة بتحمينا من جميع الامراض. طب هل النظافة هتقينا وتحمينا من الاصابة بمرض انفلونزا الخنازير؟ الاب، نعم يا امير، فغسل اليدين وعدم الاختلاط بالمصابين بنزلات البرد وعدم وضع اليدين على الانف او الفم او العينين والبعد عن الاماكن المزدحمة يقينا من الاصابة بها. الاب بيقول له نعم بالتأكيد طبعا النظافة هتقينا من هذا المرض او غيره من الامراض. طب نعمل ايه علشان نقي ونحمي انفسنا من مرض انفلونزا الخنازير؟ حاجات متشابهة جدا مع اللي قلناها في انفلونزا الطيور. ايه هي؟ واحد، غسل اليدين، لازم اغسل ايدي كويس جدا طبعا بالماء والصابون. عدم الاختلاط بالمصابين بنزلات البرد، لو لقيت حد عنده نزلة برد يعني انفلونزا محاولش ان انا اختلط بيه، ابتعد عنه. ثلاثة، عدم وضع اليدين على الانف او الفم او العينين. ايدينا دي بتمسك اكتر من حاجه، خصوصا لو كنا بره البيت، امسك باب، امسك مفتاح، ركبت وسيله مواصلات، هلمس اي حاجه، فانا ايديا دي ممكن تكون حامله الكثير من الميكروبات والجراثيم. لو انا وضعتها على انفي او فمي او عيني، انا كده نقلت اي فيروس او ميكروب في ايدي لجوه جسمي، فيجب عدم وضع اليدين على الانف او الفم او العينين. أربعة، البعد عن الاماكن المزدحمه، لقيت مكان مزدحم ممكن جدا يكون في ناس مصابة، فما حاولش اكون موجود في مكان مزدحم ونخلي بالنا يقينا من الاصابة بها. اذا عملنا الحاجات دي كلها هنحمي انفسنا من الاصابة بهذه الامراض زي مرض انفلونزا الخنازير. نقول المفردات، معنى تقينا تحمينا، وقلنا جمع الاصابة الاصابات، مضاد نعم لا، مفرد اليدين، برافو عليكم، ها اليد، ومجمعها الايدي او الايادي. قلنا معنى الاختلاط، تمام، الاتصال او الاحتكاك. مفرد المصابين، المصاب. مفرد نزلات، نزلة. جمع الانف، الانوف. جمع الفم، الافمام. مفرد العينين، العين، وجمعها عيون او اعين. مضاد البعد، القرب. مفرد الأماكن، المكان. يقينا يحمينا. تعالوا ننتقل للفقرة التالية. وبعد انتهاء الاجتماع الأسري أخذ أمير يفكر في طريقة لتوعية الناس حتى لا يصابوا بإنفلونزا الطيور أو إنفلونزا الخنازير، ثم هتف قائلا نقوم بعمل مسرحية في الصيف عن الإنفلونزا أو عمل مجلة أو في نهاية الاجتماع، اجتماع الأسرة اللي بيعملوه كل
برافو عليك، وكل خميس في المساء. أخذ أمير يفكر، بدأ أمير يفكر في فكرة عشان توعية الناس. احنا قلنا ان الناس اللي بتربي الدواجن موجودين فين؟ في الكرة والكفور والنجوع. ناس كتير من اللي في الكرة والكفور والنجوع مش متعلمين، ما بيعرفوش يقرأوا ولا يكتبوا. طب الناس دي محتاجة ايه؟ محتاجة توعية، يعني حد يوضح لهم ويشرح لهم ازاي يتعاملوا مع الطيور او الحيوانات دي، ازاي يعملوا الحاجات اللي تخليهم ما يصابوش بالامراض، الضروريات اللي لازم يعملوها عشان يبعدوا عن نفسهم الامراض دي ويحموا كمان الطيور او الحيوانات. لما فكر امير اول ما وصل لفكرة لقينا ايه؟ صح، ورفع صوته كده وقال ايه؟ انا لقيت الفكرة. ايه هي الفكرة اللي وصل لها امير؟ انه هيعمل مسرحية يعرضها في الصيف عن الانفلونزا عشان يوعي الناس، طبعا بس بطريقة ممتعة، او عمل مجلة، او هيكتب في مجلة عن الانفلونزا ويكتب عنها كل حاجة وتخلي الناس تفهم هي مفروض تعمل ايه وتتعامل مع الطيور والحيوانات دي ازاي. والنقط اللي كاتبينها كده في نهاية الدرس ده عشان يسيبونا احنا كمان نفكر زي امير ونوصل لاقتراحات مختلفة عن اللي وصلها امير عشان نوعي الناس ويخليهم يتجنبوا الإصابة بهذه الأمراض. نقول مفردات الدرس: مضاد انتهاء ابتداء، جمع الاجتماع الاجتماعات، أخذ معناها، بدأ جات لنا كذا مرة قبل كده مش معناها نال ولا حصل على، طيب جمع طريقة طرائق، هتف صاح أو رفع صوته، مضاد قائلا صامتا، جمع عمل أعمال، جمع مسرحية مسرحيات، مضاد الصيف الشتاء، جمع مجلة مجلية. احنا كده انتهينا من الدرس، بس عايزة اعرض لكم كده صورتين مختلفتين. شايفين الصورتين؟ بعد ما درسنا الدرس كده وشرحناه وفهمناه، تقدروا تقولوا لي انهي صورة فيهم اللي صح؟ صورة الراجل اللي بيتعامل مع الفراخ كده من غير ما لابس حاجة في ايده وبيتعامل عادي جدا، ولا صورة الطبيب اللي قدامنا اللي بيتعامل مع الطيور وهو بيرتدي قفاز وبيرتدي ماسك على وشه؟ برافو عليكم، اكيد طبعا صورة الطبيب، لانه بياخد الاجراءات اللي تحميه من الاصابة بالامراض. اما الرجل البسيط ده ما اخدش الاجراءات دي، فممكن جدا يصاب بايه؟ بمرض انفلونزا الطيور لو كان في اصابة في الطيور اللي بيتعامل معاها. وزي ما تعودنا ناخد في نهاية الدرس تدريب عشان نتأكد ان احنا فهمنا درس كويس جدا. من درس تربية الدواجن: اقرأ ثم اجب. الام: ان الانسان يلتقط العدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة بالمرض. امير: وماذا يجب ان يفعل الشخص الذي يخالط الطيور؟ الف: هات معنى يلتقط، جمع الشخص، مضاد المصابة. فكرنا مع بعض، يلا قلنا واحنا بنشرح الدرس معنى يلتقط ايه؟ برافو، ياخذ، جمع الشخص، تمام، الاشخاص، مضاد المصابة السليمة، ب: كيف يصيب الانسان العدوى بانفلونزا الطيور؟ ازاي العدوى او المرض ممكن ينتقل للانسان؟ مين فاكر؟ ها الاجابة كمان موجودة في الفكرة، برافو عليكم، عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة بالمرض. طيب سؤال جيم: بما اجابت الام عن سؤال امير الوارد بالفكرة السابقة؟ تعالوا كده نشوف هو امير سأل ايه. ماذا يجب ان يفعل الشخص الذي يخالط الطيور؟ تيجوا نقولهم مع بعض. احنا قلنا كام حاجة؟ الام قالت ايه؟ برافو عليكم، اربع حاجات. ها، واحد: يرتدي قفازا في يديه ونعلين في رجليه. اثنين: يغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط. ثلاثة: يستخدم بعض المطهرات مثل الكلور لتنظيف الحظائر التي يعيش فيها الطيور. أربعة: التخلص من مخلفات الطيور. ازاي؟ مين فاكر؟ بحرقها أولا بأول. نيجي لتحليل الكلمات، عندنا تحليل ثلاث كلمات إلى مقاطع صوتية: يلتقط العدوى الشخص. تعالوا نشوف تحليلهم مع بعض والإجابة النموذجية لبقية الأسئلة اللي احنا حليناها. فعلا نفس الإجابات اللي احنا قلناها مع بعض، برافو عليكم. تحليل الكلمات: يل
التاقط، العدوى، العد، و الشخص زي ما احنا شايفين في شد على الحرف الشين عشان دي لام شمسية، يبقى أول مقطع هيبقى كام حرف؟ 3 حروف، ألف لام شين الساكنة، أش شخ سو، شين مع خاء عشان ساكنة والصاد لوحدها. في نهاية الدرس أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، وننفذ كل الحاجات الموجودة عندنا في الدرس عشان نحمي أنفسنا من الإصابة بأي مرض. شكرا ليكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.